مجموعة الجماح للسيارات، وقعتم اتفاقية الآن مع شركة انتربرايز الأمريكية، وهي تعتبر واحدة من أبرز شركات التأجير بالولايات المتحدة الأمريكية. حدثنا عن تفاصيل هذه الاتفاقية وما هي العوائد المرتقبة منها. أول شيء أشكركم الحقيقة على اتاحة الفرصة على هذا اللقاء بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية مع شركة انتربرايز بمناسبة انعقاد مؤتمر المنتدى السعودي الأمريكي لرجال الأعمال. لا شك أن الشركة الحقيقة انتربرايز تعتبر من أكبر الشركات لتأجير السيارات في أسواق الولايات المتحدة، لها حصة من السوق أكثر من 50% من السوق الأمريكي. فبلا شك توقيع هذه الاتفاقية الهدف من الحقيقة هو نقل الخبرة والتكنولوجيا والنظام الحديث المتطور في أسواق السيارات في أمريكا إلى أسواق المملكة، وتقديم خدمات حقيقة مميزة يتطلع لها الزبون والعميل والمواطن السعودي بأفضل مما هو موجود حاليا الآن. هذا الحقيقة من أهم المكتسبات اللي راح إن شاء الله تنعكس على الاقتصاد السعودي، هو الحقيقة أول شيء إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين للعمل في، لأن حيكون هناك إن شاء الله فروع متعددة على مستوى سواء على مستوى المطارات الرئيسية أو في المدن المهمة أيضا في المدن الأخرى الحقيقة. فإن شاء الله يعني نتوقع إن شاء الله في خلال فترة وجيزة أن يكون العدد إن شاء الله يصل إلى أكثر من 20,000 سيارة في إن شاء الله كإجمالي الأسطول، وحيكون طبعا أسطول منوع الحقيقة من كل الأنواع على مستوى رغبات وتطلعات العملاء الزبون، وأيضا حيكون هناك خدمات مميزة للشركات على مستوى الشركات اللي عندها حجم كبير وطلبات كبيرة جدا، فعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الشركات. طيب الآن التوقيع يعني متى سيبدأ مفعوله بعملية التأجير وما هي العوائد المرتقبة من هذه الاتفاقية؟ إن شاء الله البداية حتكون إن شاء الله في قبل نهاية السنة، إن شاء الله تكون كل المحلات المهمة تم افتتاحها ويبدأ العمل حقيقة إن شاء الله بصورة فعلية في أوائل 2016. بلا شك العوائد جيدة الحقيقة لأنك حتقدم خدمة مميزة وطالما ينتظرها الزبون الحقيقة، مثل ما نشوف هنا مستوى الخدمات الموجودة هيكون خدمات سريعة، وأيضا تعطي خيار كبير للعميل كل أنواع اللي يحتاجها سواء سيارات أوروبية أو سيارات أمريكية أو سيارات يابانية أو كورية، هيكون فيه يعني أنواع مختلفة جدا. طيب هذا بالنسبة للأسواق الأمريكية، يعني الخطة تبع الجماح ما هي الأسواق الأخرى التي تستهدفونها بتوقيع اتفاقيات لاحقة؟ أيضا إن شاء الله طبعا الاتفاقية تغطي أسواق المملكة وأسواق دول الخليج والأردن ولبنان، وأيضا إن شاء الله هيكون شمال أفريقيا مستقبلا إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا جزيلا. طبعا سعيدين بتوقيع هذه الاتفاقية بمناسبة زيارة خادم الحرم الشريفين، زيارة تاريخية منذ تولي مقاليد الحكم، والتي تكتسب أهمية كبيرة جدا على جميع المستويات سواء من ناحية الجانب الأمريكي أو الجانب السعودي. حجم تأجير قطاع السيارات بالمملكة كيف ينظر إليه سيد إبراهيم؟ إلى أي مدى العوائد فعلا مجزية؟ بلا شك العوائد حتكون يعني معقولة في البداية، وحنا الحقيقة الهدف الأساسي هو نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى أسواق المملكة. العائد طبعا راح يأتي إن شاء الله على مدى السنوات القادمة، لكن إحنا نريد أن نكون مميزين في تقديم الخدمات التي يطلع عليها الزبون وترتقي مع طموحات العميل السعودي. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم.